كنلقاو بعض المشاكل هنايا خصوصا الا بغينا نجيو مع العائله ولا الاستجمام ولا هذا، ولينا كنلقاو الاماكن كلها عامره ممتلئه على الاخر. يعني ملي كتبغي تجلس مع العائله هنا بباراسول ولا شي حاجه، يعني خص ضروري تكري ولا تاخذ يعني ولا بريفي، يعني وليتي كتجي مع العائله خص تخلص عاد تجلس، وهذا مشكل بالنسبه للمواطن اللي البحر اللي هو حر للجميع. خويا على حساب الباراسول بلي تتبغي تجي تبرك ما تتلقاش فين لي سباس فين تتبرك، فهمتي؟ ضروري خاصك تكري عندهم، الا ما كريتيش عندهم تيقول لك لا ما تصيبش باراسول نتايا. ايوا تضطر دير فوطه في الارض وتبرك، اش غدير؟ وبعدا كتلقاو فين كديروا الفوطه في الارض؟ واه بعد البلايص راه تتلقاها تيقول لك صافي راه تتبرك، وبعد البلايص يقول لك لا الارض خاصك تعطي عليها 2 دراهم 3 دراهم. ايوا اش غندير؟ ايوا الرساله تنطلبوا من هاد ماليس هاد الباراسولات يخليو لينا هادو اللي جايين للبحر حتى هما يبركوا ويجيو، خليو لهم حتى هما بلايص. الواحد حتى هو يجي يبرك تيجيب وليداته عاوتاني، ما كاين اللي ماشي في طاعته يخلص 40 درهم في الباراسول، فهمتي؟ على حساب وليدات. من كيتكرى البحر حنا ما كنلقاوش من ندبروا على راسنا، دابا حنا كنجيبوا باراسولات وداك الشيء كنبغوش حنا ندبروا على راسنا. من كيتكرى البحر ما كتلقى من فين تدبر على راسك، فهمتي؟ كل واحد كيدير الحد ديالو وكيجريو عليك صافي. بالنسبه للاثمنه اللي كديروا للناس، واش في نظركم انها معقوله؟ راه اخويا راه ما هذاك 30 درهم كتحسب لي 30 درهم، حتى اللي ما بغاش كتقول لي 20 درهم صافي. يعني الحل في نظركم انكم كتايدوا المساله ديال العشوائيه في البحر، يعني ما يكونش الكراء؟ ما يكونش كراء من الاحسن، حيت اللي كان الكراء راه البوفري ما يدبرش على راسو. ملي كتجي هنا للبحر واش كتلقى فين تجلس؟ عطا الله الحمد لله، عطا الله الباراسولات موجود داكشي الحمد لله. الا انت جبتي الفوطه ديالك والباراسول الشخصي واش كتلقى فين تحطو؟ مره كنلقى سميتو، مره على حسب لقيت معايا الدراري اللي سميتو كنلقى. واش ملي كتجي للشاطئ عين دياب كتلقى فين تجلس؟ اش نقول لك، مره كتلقى فين تجلس، مره ما كتلقاش. المهم على حسب، في الصيف زعما كتلقى الدنيا كلها عامره. ايوا شي ناس كيقولوا ان كاينه الفوضى هنا في شاطئ عين دياب، واش كتفق معاهم ولا لا؟ كاينه الفوضى، كاين شويه الكلاس، ولكن خاصك تخلص، كان خاصك تخلص، خاص ضروري يقول خاصك بلاصه فين تخلص، لما خاصك ضروري تخلص. في نظرك هذا مشكل؟ مشكل بالنسبه للمصطفين اللي كيجي وما كاينش في غطريه. بالنسبه لهاد المجموعه ديال الاشخاص اللي يقومون باختراء هاد المظلات اللي باراسول والكراسي، هذا راه مع قانونيه راه ما كاينينش. راه قلنا هناك تحايل على القانون من واحد الناحيه، هو ان داك السيد اللي المستثمر اللي تترسى عليه الصفحه نورمالمون عنده المقاهي وعنده الفضاءات الفوقانيه اللي فوق الشاطئ اللي تتكون فيها الالعاب مع لافوغ ديال لي جو، وتتكون فيها الالعاب وتتكون فيها هذوك هما اللي نورمالمون تتكريهم جماعه الدار البيضاء. اما بما يخص البحر فهو بالمجان، البحر قانونيا بالمجان، لان هذه واحد النعمه طبيعيه عطاها الله عز وجل، لان نبداو ناخذوا الاكسجين نبداو نخلصوا عليه، لكن غنخلصوا على البحر، البحر ديال الله.